أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلب في الهموم تمسقا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام وفي قناة الحقيقة الفضائية، كنرحب بكم دائما وأبدا على قناتكم الحقيقة الفضائية. اليوم كنسجلوا مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية من مدينة الدار البيضاء حالة استثنائية، اللي هي حالة السيدة فاطمة المخير اللي كانت كتعاني من فقدان البصر، مابقاش كتقدر تشوف، وذلك راجع إلى تكون ما على مستوى العينين. استشرت العديد من الأخصائي اللي ما قدروش يشخصوا يعني اسباب هذه الحاله، والحمد لله يعني بالمساعده ديال بعض افراد العائله ديالها اكتشفت مركز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه، وما تردوش انهم يطرقوا باب مركز الدكتور الهاشمي بمدينه الدار البيضاء. والحمد لله بعد استعمالها لثلاث جرعات عادت اليها نعمه البصر، وكيف ما قالت على لسانها ان قناه الحقيقه الفضائيه هي فعلا حقيقه، ونادت لجميع الناس اللي كيعانيوا من الحاله ديالها بانهم ايضا ما يتردوش ويمشيوا لمركز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه، وان شاء الله فضل الله عز وجل وفضل المنتجات اللي كتسهر على انتاجها الايادي اخصائيين في المجال، الحمد لله تحسنت الحاله ديالها الى الافضل. تابعوا معنا هذه الحاله، تابعونا مشاهدينا. مخير فاطمه، اقليم قلعه السراغنة، دوار الفكارين. انا مرضو لي عينيا وجيت وعيطات لي بنتي، جريت عند الطبيب حتى ما قديتش، كيقول لي عندك الماء في عينك، كاع المحاولات درناهم معك صافي ما عرفناش مناش تكون داك الماء. وهي تعيط لي بنتي قالت لي شنو درتي، قلت لها والو، راه صيفطوني الطبيب باش غادي نبرك، ما باقي ما ندير. قالت لي شدي قناه الحقيقه وتصنتي لها باش تستفدي منها، وسيري داوي عينك، ما تخلي ما تقعديش تبصري وتقعدي. وليت هذاك الشيء اللي درت، شديت قناه الحقيقه، هي راه حقيقه ماشي كذوب، الحمد لله راه الحقيقه حقيقه. وليت شديتها استفدت منها حاله بحال حاله عينيه، وجيت عيطت لهاد السيده عروس خويا، قالت لي غير اجي كلشي راه حدايا. لا مول الدار الله يرحمو داني، صيفطني في الكار، جيت لحقت عليها، طلعت هي مسكينه للكار المحطه حتى نزلاتني وجابتني من المحطه لهنا، وجيت واستقبلوني البنات الله يخلف عليهم الله يرحم والديهم، استقبال زعما مزيان وزوين وكل شيء. وليت خديت الدواء، ديت الاول واخا دار عليا شويه، اثر عليا، دار فيا التقليقه وداك الشيء، ولحقت فيها النص ديك الجرعه، وليت تنحس بتحسن، وليت تنحس شويه بخير لاباس. عاود جيت للثانيه، جيت للثالثه تشافيت، والحمد لله هذا من فضل الله، وفضل الله يرجع لكم وللدكتور الهاشمي، الله يجازيه والله يرحم والديه والله يطول عمره والله يزيد في يوم. مشيت 3 شهور باش تمكن ليا هذاك المرض في عينيا، وانا كنجري عند الطب وما تشافيتش. هذا هو الحل الواحد اللي كيقولوا لي، كيقول لي عندك الماء في عينك منين تكون، ما عرفنا منين. كيقول لي هذا الماء حنايا كاع كلشي ما خليت، درت الراديو في العينين ما خليت ما درت، قال لي ما عندك لا شبكه لا جلاله لا حتى شي حاجه، راه عندك هذا الماء ما عرفناه مناش تكون لك في عينك. ما حسيت به والو، غير جاتني ديك الصدمه، حتى ما بقيت كنشوف، ما حسيت حتى شي حاجه، ما زعما حكوني ما حتى شي حاجه، ما حمروا لي عينيا ما والو، تتكون لي داك الماء، وليت ما بقيتش كنشوف في البلاصه. الصدمه ملي مات لي راجلي، ضاع لي راجلي مسكين، هذاك الشيء اللي دار، هذه هي الاخر، هذه هي الاخر، وما ديال عينيا انا راه ما جاتني عليهم حتى صدمه، الا صدمت عينيا ملي صبحت ما كنشوفش ما كنشوفش. وهذا هو الحل الوحيد اللي عطى الله، ما هذا ما عطى الله، وتشافيت الحمد لله وبخير. وكنقول للناس راه اللي عنده شي مرض ولا مرضوا ليه عينيه ولا مرض بشي حاجه ولا شي مرض مزمن، راه يتجه للمركز ديال الدكتور الهاشمي. انا بعدا القرابي اللي تما كنقول لهم هو ولا في مراكش، اللي ما بيمشي للدار البيضاء هو في مراكش. الحمد لله دابا راه عندي شوف 10 على 10 الحمد لله، بصحه جيده وبخير. شوفي القريب والبعيد، الحمد لله عندي البعيد كاع كثر ليا من القريب، نحمد سيدي ربي ونشكره. اللهم لك الحمد. الله يجازيه بخير، الله يرحم والديه والله يطول عمره، الله يجعل سيدي ربي يجازيه. وانتم بنيتي الله يرضي عليكم والله يصلحكم والله يعاونكم، وشكرا. انا بنتي كنقول لهم اي واحد مرض بعينيه يتجه لمركز الدكتور الهاشمي، اي واحد فيه مرض شي مرض اخر سوى اللي كان المرض،
يجي لعند الدكتور الهاشمي راه يتشافى باذن الله، راه يتشافى. انا راه كنقولها للناس ماشي غير دابا قدامكم ولا قدام الكاميرا، ولا انا اي واحد كنشهد بها امام الله كنقول لهم اللي فيه شي مرض ولا مرضو لي عينيه ما بقاش يشوف مشي لعند الدكتور الهاشمي. كنعيشوا في سعاده، ولدنا وليداتنا الحمد لله، كنا في هذا الاخر كاع ولينا خوت ماشي جوجه وجوج، وكنحمد الله وكنشكره. هو مهلي فيا وانا مهليه فيه، وباش يشهدها الله والحمد لله اللي بقى في العمر يدوس الطاعات الله. هو مسكين نعس الصباح كان فيق فيه صدم ولا ما ندامت صدوميات ديك الفيقه باش تنفيق فيه ما جاوبنيش، طحت عليه وكنغوت صافي. من تما بقات فيا ديك الصدمه لا نلعب صافي، زعما جاتني غريبه بزاف وقاسحه وما عمرني ديتها منه ولا خايبه ولا زينه ولا كبرنا خوت. جيت عنده بنت 18 هو تزوج ولد 14 وهذا ما عطى الله رحمه ولي بالرحمه المغفره، وهذا ما عطى الله. دابا كيشدني هذاك الشيء، شدني بعدا الاولى من القلب ملي طحت عليه كنغوت، شدني من القلب عاود شدني من هنا من العنق، طلع لي على الراس غير شي حاجه بغات تخرج ليا من هنا. واحد الوقت هبط لي داك الشيء مع رجليا من هنا ومن الظهر، ولا كل نوبه كنتشد انا من جهه، كل خطره نتشد من جهه. ما خليت لي قلتها لك وقولوا لي راه غير داك بزلو مسياتك، مشيت كندير الحجامه ما دارت لي والو. هذيك الساعه انا بقيت هكاك كل نوبه كنعوج من جهه. وداك السبت فين صباح ميت هو فين كيأثر عليا الحال بزاف. هنا ملي كنمشي عند الطبيب كيقول لي الدقه تاعو القلب ما مقادين، كيخرج لي داك الدوائر كيهلك فيا، كيطيب لي في المعده والو ما تشافيتش ما بريتش. عندي القلب تاعو يدير لي هكا، الا دابا غير كنصلي كملت الصلوات ديالي وكندير الدعاء كيعادوا هاد الصباع بثلاثه هادو هادو كيديروا لي ها بحال هكا. كنصدم صدمه خايبه، ايوا الحمد لله والشكر لله انا مقصر. والسلام عليكم ورحمه الله. وكنسلم على الدكتور الهاشمي والله يرحم والديه والله يجازيه والله يرجع ليه الشكر، والشكر لكم حتى نتوما الله يرحم والديكم والله يجازيكم. هذه الجرعه اللي كنت كنستعمل فيها الماء معو، فيها الزيوت تاع الدهن، فيها عشوب بالماء، فيها العسل، وربع ساعه ورا الماكله وثبتوا معايا راه لا انا كنعقل. فيها هذا هاد العشبه كنسفها وشكرا الله يرحم الوالدين.